الفونتازم اللي عند مراتي غريب وعجيب، ولقيت معاها بزاف ديال المشاكل. انا هو الراجل اللي وليت متحمل واحد المسؤوليه كبيره على العاتق ديالي، وتسببت لمراتي بزاف ديال الامور خايبه. ولكن الا سمعتوا قصتي راكم غادي تعذروني. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا البنات. معنا قصه كتشوك اللحم، فالله يجازيكم بخير الى ما سمعوا لهاد القصه واستوعبوا وخذوا منها العبره، حيت هادشي اللي غادي تسمعوا خطير بزاف، وخص بزاف ديال الناس يتوعوا من هادشي اللي غادي يسمعوا. بزاف ديال الناس غادي يسمعوا لهاد القصه ويقول لك علاش وكيفاش وهادي وهادي، ولكن نشوفوا نقول لكم واحد القضيه. راه الانسان خصو يتعلم من هاد الحياه بزاف ديال الدروس باش ما يطيحش فيهم، وسبحان الله حنا راه حنا غير بشر وخلق الانسان ضعيفا، صدق الله العظيم. فما غاديش نطول عليكم اخواني اخواتي، فقط جيموكم ديروا بارطاج والله يعطيكم الخير، ويلا ندخلوا في هذه القصه اللي كيقول مولاها مباشره. السلام عليكم، الاسم ديالي عبد الحكيم، اوف عمري 42 سنه، واليوم جيت نعاود لكم قصتي ومجرى فيها. انا الخوت من واحد العائله محافظه وعلى قد الحال، الخدمه ديالي معلم ديال الابتدائي. حنا ثلاثه بينا، جوج ديال الذكوره وبنت وحده، وانا هو الكبير في خوتي. المهم تربيت وسط واحد العائله على قد الحال، الاب ديالي كان معلم ولكن في الاخر غادي يرجع مدير ديال المدرسه. الوالد ديالي مسكين كافح علينا وقرانا وخلانا نوصلوا المراتب اللي الحمد لله واخاها بسيطه وعلى قد الحال، ولكن انا دائما مفتخر بالخدمه ديالي كون ان المعلم رفعت المرتبه كبيره عند الله، وكنبقى داكشي كامل اللي كيوري الوليدات صدقه جاريه. فخور بالخدمه ديالي وكنعتز بها، وكنتمنى وليداتي حتى هما يخرج فيهم شي مخرج ديال الخير. انا عندي دابا حاليا جوج وليدات وجوج بنيتات، عندي اربعه ما بين الاولاد والبنات. المهم غادي نكمل لكم القصه ديالي. انا يرخد دوزت الصغر ديالي عادي، الاب ديالي كان كيف ما قلت لكم كيكافع علينا، مقرينا مكنا مشربنا، واخا الظروف ديال العيش ديالنا كانت شويه على قد الحال. حنا صراحه ما كناش كاريين، حيت الوالد كان ساكن مع والديه، ولكن كانوا عندهم المشاكل. جدتي والام ديالي ما كيتفاهموش رغم انها هي بنت اختها، يعني الام ديالي كتقول لجدتي خالتي، رغم ذلك ما كانوش كيتفاهموا لا من قريب ولا من بعيد، كانوا دائما عندهم صداع والمشاكل مع بعضياتهم. الوالد ديالي مسكين كان كيحصل جاي ما بين الجنه والنار، يعني ما بين مراته وما بين الام ديالو. امي كتقول ليه فيا جات، ومو كتقول له انا فيا جات، من بعد غادي تجري عليهم. قالت ليه ولدي هز لك الباب ديال مراتك وسير الباب يا الحباب. الوالد ديالي المسكين ما لقى ما يدير، حيت ما بغاش يخسر امه وكذلك ما بغاش يخسر مرته، حيت جدتي كانت كتحط راسها في المقارنه مع امي، وكتقول ليه انت كتصلف مراتك وكتخليني انايا اللي امك وانا اللي ولدتك وانا وانا وانا. اما امي كتقول ليه انت كتجي مع امك وكتخليني انا مت ولادك. امي مسكينه كان كيجيها الوهم ديالها صعيب، مع العلم قلت لكم انا هو الاول في خوتي، ويعني انا حاضر لها اللوحم الثاني والثالث، حيت هي غادي تبقى 10 سنين مورايا عاد غادي تحمل بخويا اللي مورايا، حيت اختي هي الصغيره فينا. المهم هي هذيك الام ديالي كان كيجي هذاك الوحم بحال الحماق، وما كانتش كتحمل هي وجده، دائما منوضينها الغوات والهرج، لدرجه واحد النهار نات جدتي كتضرب امي. صراحه دي الحاجه الوحيده اللي الام ديالي ما دارتهاش مع جداتي، فعلا كانت كترد عليها الهضره، هذيك هضره وهذيك عشرة، ولكن من بعد جدتي غادي تنوض تبقى تضرب امي. امي ما عمرها ما مدت يديها على جده، كانت كترد عليها الهضره ولكن باش تمد يديها لا. شحال من مره كتقول لها هانيه الله ضربيني، ونسمك مرا وضربيني، كتقول لها ما نضربكش انت راكي خالتي وفي المقام ديال الوالده وما نقدرش نحط عليك يديا. المهم كيف ما كان الحال، الام ديالي كتبقى واحد الانسانه مزيانه، غير هي وكان العيالات ما كيتفاهموا، حتى غادي يحيني الله وغادي نلقى عندي نفس المشكل. انا الخوت هكا كيف ما قلت لكم كبرنا وهكا عشنا، في بدايه الحياه ديالنا كان عندنا المشاكل مع جده، ولكن غير جدتي غادي تشد الارض وربي يهز خيره وما بقاش جاك المشاكل، حيت في الاخر وفي الاول وفي الاخر ما غادي تلقى غير الام ديالي هي اللي كانت مهليه فيها. حتى ملي كوش كانت كتبدلوا ليها كانت كتهزها بسم الله وكتحطها بسم الله وما دازتهاش، داكشي على جداتي غادي تكتب الدار للاب ديالي، وهنا خوتو غادي يجعروا ما عجبهمش الحال، حيت هما سمحوا في امهم وما بغاوش كاع حتى يعاونوا حتى بلي كوش يشريوه ويجيبوه، داكشي علاش كرهت ولادها. داكشي علاش نط كتبت للوالد الدار بيع وشرا، ونادو خوتو جعلو ما عجبهمش الحال وقالوا ليه نتايا درتي لمنى بلعاني هكا، مونا كانت كبيره وما فاهمه والو، باينه نتايا ما عطاتك والو، راه نتا اللي مديتيها على شي ورق بلعاني. قال لهم انا ما مديتها ما والو، الدار راه باعتها لي. معايا كانت دائما كتوصيه قدامنا كتقول ليه لا هضروا معاك ولا
قول لهم الدار راه امي انا شيتها عليها ما عطاتنيش. المهم نضوا بزاف ديال المشاكل، ولكن من بعد من يوم ما يطيروا يوم ما ينزلوا ما داو من الوالد حتى باش ينقيو سنانهم، ولكن كانت بيناتهم واحد العداوه. نقدروا نقولوا عمامي والاب ديالي وعماماتي يعني ما بقاوش كيحملوا الوالد، نقدروا نقولوا كانوا كيتجمعوا غير بعضياتهم، الوالد بحال حازه ولكن هو ما كانش كيديها فيهم، دخل سوق راسو كيقري وليداتو واكل شارب. اما الام ديالي صافي تهنات من داك الهم ديال جداتي، الهم ديالها الاول كان الغوات والصداع وديما النقر، الهم الثاني كانت مرضت وهي اللي هزتها، ولكن من بعد ربي سبحانه وتعالى عفى عليها وكانت كتحمد الله وكتشكر وكتقول اللهم لك الحمد انا من هناني ربي من هاد المراه هذه اللي كانت معذباني في حياتي. وخاصه صراحه خالتها انا كانت شاده في جداتي الله يرحمها الله يغفر ليها، كانت شويه قاسحه، ولكن كاع العيالات دايرين بحال هكداك لان تمي قد ما هي كتكبر وهي كتصعب. صافي كيف ما قلت لكم انا يا خوت قريت انا وخوتي الحمد لله ربي وفقني في القرايه ديالي، ما كنت لا كنتصاحب ولا كندير علاقات لا مع الدراري ولا مع البنات، كنت واحد الولد اللي طرونكيلو بزاف، كنت واحد الانسان حشومي فوق القياس، كنت كنخاف من الظل الا جيتو تشوفو. كان الوالد ديالي دائما كيوصيني كيقول لي شوف اولدي فهاد الحياه خصك تكون معقول وراه ما كيخدم غير المعقول. واخا الوالد ديالي الصراحه بعض المرات كنت كنقول ليه علاش الوالد نتايا اديتي الدار لخوتك، راه عندهم الحق فيها حيت هذاك الدار ديال امهم وانت دابا كتوصيني على المعقول. كيقول لي شوف اولدي انا راه ما سرقت ما نصبت ما احتلت على شي حاجه، راه هكا كانوا كيستحقوا داك الدار كون داوها. كان كيشرح ليا الوالد شي حوايج انا ما كنتش عارفهم وفهمني في الامور مزيان. صافي كيف ما كيقولوا تستمر الحياه، صمر انا في الحياه ديالنا، قريت الابتدائي قريت الاعدادي وقريت حتى الثانوي الحمد لله كملت القرايه ديالي بخير وعلى خير، طلعت للجامعه قريت فيها 3 سنين. هنا بديت كندفع في لي كونكور حتى تقبلت في التعليم، كانت الفرحه ديال الوالديه فرحه كبيره بزاف وكاع الناس صراحه فرحوا ليا. دار الوالد واحد الحفله كبيره وهنا غادي كيف ما يقولوا القلوب غادي يتهداو والوالد غادي يتصالح مع خوته وخواتاتو، وكانوا الناس اللي دخلوا بيناتهم. صافي صالحوهم في ديك الحفله ديالي انا ديال التخرج، انا تخرجت الحمد لله مشيت نخدم على راساتي، عمامي وعماماتي ولاو مع الوالد مزيان الحمد لله داكشي اللي بغينا. صافي بقينا هكاك واحد المده تقريبا شي عام، خسيت السطاج ديالي، المهم ديت الخدمه ترسمت وليت خدام على راسي مزيان حتى الوقيته اللي واحد عمي غادي يزوج ولدو وغادي يعرض علينا، طبيعه الحال غادي نمشيو عنده. حنا واخا ولات العلاقه ديالنا مع عمي وعماماتي مزيانه الصراحه ما كناش كنمشيو وما كانوش كيجيو بالسيمان يعني مره ولا كانت شي عيد ولا شي مناسبه يعني كيجيو عندنا يعيدوا علينا ولا كنمشيو نعيدوا عليهم. حتى داك عرض عليا نعرض عليك راه ما كايناش. صافي ملي دار عمي واحد العرس كيف ما قلت لكم لولدو عيط علينا، داك الوقيته كان العطله ديال الصيف انا كنت كونجي ما خدامش، قلت انا غادي نمشي فيها الخير وهنا غادي نتعرف على واحد بنت عمتي. هاد بنت عمتي ايه في الجمال صراحه، واخا كنا كنمشيو عندهم ويجيو عندنا داك بنتها ما كنتش كنشوفها. هاد بنتها هادي كانت خدامه في الرباط حتى هي موظفه تبارك الله غزاله ايه في الجمال فنه، بيني وبينها انايا غير 3 سنين يعني انا كبير عليها بثلاث سنين. فشتها صراحه هبلت عجبتني بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، مع العلم كنت كنشوف خواتاتها ولكن صراحه هي زايده عليهم من غيظه. صافي ملي شتها وانا عقلي وبالي مشغولين بها، هنا الوالدين ديالي كانوا دائما كيذكروا عليا حس الزواج، نتزوج صراحه والله ما بغيت الزواج، كنت باغي انايا غير داك بنت عمتي غير نشوف فيها يعني تمنيتها تكون مراتي، ولكن داك الوقيته هذيك ما كنتش انا اصلا كنفكر في الزواج. قالك شوف ها انت شوف شي وحده ولا بغيتي نشوفو لك حنا من عندنا يعني نتزوج ودير وليدات. كنقول لهم انا راه عاد بادي في الحياه وانا يلا ما كملتش عامين ديال الخدمه ونطلب انا نتزوج. قالك اسيدي تزوج شنو غيخصك؟ كانت الوالده ديالي كتقول لها وليدي واش انا ديت باك عنده؟ كنقول لها امي المرأة راه خصها دارها والمرأة خصها مستقبلها والمرأة خصها متطلباتها. كتقول لي على انا فاش تزوجت باك كنت في داري بوحدي راه شحال وانا ساكنه مع جدك. كنقول لها امي انا ما نديرش الغلط اللي درتو نتوما واللي دار الوالد. كتقول لي انا غلط. كنقول لها الوالد تزوج وعاش مع والدي انا ما بغيتش نعيش مع والديا. كتقول لي ياك وليدي هذه هي ديالك والله يرضي عليك وليدي الله يغطيك بالرضا. كتبقى كتبكي. كنقول لها امي انا كنهرب غير من المشاكل والصداع. كتقول لي لا اين مشاكل على من كتهضر ولدي ياك ما حسابلك انا غادي ندير لك المشاكل لمراتك كون هاني انا راني بنت الوقت وداكشي اللي داز عليا انا ما ندوزوش على مرات ولدي.
ايوا الصراحه بيني وبينكم تشجعت وما تشجعت، كنت كنقول شنو ندير، واش نتزوج ولا بلاتي عليا. ولكن الفكره ديال انني نتزوج ونجيب المراه في الدار ما كانتش عندي بتاتا، ولكن قلت لكم ليش بنت عمتي الصراحه دخلت لي لقلبي، ولكن ماشي لذاك الدرجه ديال انني نتزوج بها. صافي بقيت كنخمم في ديك بنت عمتي واحد المده، بقيت خدام على راسي، كل مره كيجبدوا عليا حس الزواج. حتى لواحد النهار وهي تجي عندي الوالده ديالي قالت لي يا فلان، قلت ليها نعم، قالت لي انا اليوم غادي نخطب لك. بقيت كنضحك، كان داك الوقت العطله ديال الربيع، كنت جيت شديت واحد العطله ديال الربيع وجيت ندوزها معاهم، مع العلم انا ما كنتش كنقرف في نفس المدينه اللي كنت فيها انايا، وكنت يلاه دافع الانتقال لمدينتنا. قالت لي انا غادي نمشي نخطب لك. قلت لها امي شكون غادي تخطبي ليا؟ بقيت كنضحك. قالت لي واحد البنت يا وليدي شهوه منها. قلت لها اين بنت واين شهوه منها، ياك ماشي كوكو ديال الحريره، مع كنت كنموت على شي حاجه سميتها الحريره. قالت لي بنت، قالها الحريره، انا غادي نخطب لك واحد البنت. قلت لها فين شتي هاد البنت وفين كتعرفيها؟ قلت لها وليدي وراني شتها غير في الحمام. وقلت لها امي كيفاش شتيها غير في الحمام؟ وقالت لي بني يا وليدي والله ما نكذب عليك، واحد البنيته تبارك الله اعلم زوينتها، اش منك يا بيض واش منك يا طوله واش منك يا شعر واش منك يا تجريده، تهبل بالزين. قلت لها امي خطينا بزوج الحمامات، انا راه الا بغيت نتزوج غادي نجيبها من الدار ماشي من الحمام. ايوا قالت لي ايوا صافي نتايا الا سرت عليك ما تجيبها لا من الحمام ولا من الجامع ولا من السوق، انت تبقى حياتك كامله هكا. مع انا كنت انا هو الكبير ومع امي ولدت خويا اللي مورايا بيناتنا 10 سنين، يعني انا كنبلها كبير قدي قداش خصني ضروري نتزوج. المهم امي ما داتهاش كاع فيا، مشات دارت داكشي اللي قال لها راسها، تلاقات مع شي وحده واقيلا حكت ليها دارها وعمرت ليها السطوله. صافي قالت لي غادي نخطبك لولدي. ايوا امي مشات تخطب ليا وانا لا خبر، انا قلت امي راه غير داويه خاويه وصافي. مع امي كانت مسكينه كل شيء كتمشي دير داكشي ديال محاربه الاميه. صافي قلت انا امي راه مشات تقرا بحال العاده. ولكن فاش جات العشيه جات السيده فرحانه من ودنها غير كضحك. قلت لها امي شنو كاين شتك راه شقالك؟ ايوا قالت لي وليدي راني قلت لك واحد الهضره راني قلتها لك. قلت لها اين هضره؟ قالت لي زعما راني مشيت نخطب لك. قلت لها اتقي الله امي واش تي حمقي ولا مصطيه؟ قالت لي ياك وليدي دابا انا اللي كنفكر في المصلحه ديالك وليت حمقه ومصطيه. قلت لها امي واش انايا مازال حتى ما صوفيت راسي ونوض انا نتزوج نجيب بنت الناس؟ قالت لي شنو هي صوفيت راسي ولدي؟ قلت لها مازال امي مازال انا ما غاديش تقدر تحمل المسؤوليه ديال المراه والدراري. قالت لي على مالك وليدي هاد المراه غادي تكون كتاكل لك الفصه؟ ياك غادي نجيبو مراه اللي كلينا تاكلو معانا، وزيدون هاد البنت الله يعمرها سلعه وراها غيتيمه وراها كاينه غير مع مرات باها، مرات باها راه ما كتعاملش معاها مزيان. وانت شوف البنت بعدا ولا عجبتك هي هاديك، ما عجبتكش ولدي ما عندي ما نقول لك. ايوا امي بحال بغات تقنعني بداك الزواج هذاك اللي ما عرفتو منين جابتو ليا. صافي قالت لي ها انت هاد التليفون جبتو لك من عندها، دير معاها شي وقيته وسير تشوف معاها على برا. قلت ليها شوفي امي انا كيف ما نبغيش على اختي ما نبغيش على بنات عباد الله، جيبيها لهنا نشوفها وتشوفني. ايوا هي هذيك اللي غد لي قالت لي وليدي انا غادي نمشي عندها نجيبها لك انا تشوفها. فعلا امي غادي تمشي عندها غادي تجيب البنت. شنو غادي نقول لكم يا الخوت، منين شتها بحال ضربتيني بصقله، عرفتوا الوجه ديالي تزمق، عرفتوا علاش؟ هاد البنت هادي لقيت راسي كنعرفها، وماشي كنعرفها واحد المعرفه هكا اللي كبيره، يعني معرفه سطحيه. هاد البنت كانت صاحبه مع واحد صاحبي، والله يا الخوت ما نكذب عليكم اللي دوزت معاه راه اش غنقول لكم. انا كنت في داك العمر ديال المراهقه ما كنتش كندير علاقات، وراني عاقل بعدا كنا كنقراو في الباك، وهي كانت كتقرا ديك الوقيته في التاسعه، وكان دائما كتلاقى هي وياه، وكنكون انا وياه كيمشي كيدوز هو وياها اوقيت عرفتو كيجي ناشط. وانا كنت كنعرفها، انا فاش شتها عقلت عليها ولا ما عقلت عليها، اما هي عرفتو اللون في وجهها تبدل، الضف وجهها ولا ظلام، عقلات عليا مزيان. ولكن انا بديت كنسترجع نسترجع نسترجع وانا ديري طق في دماغي، هذه انت بنت العبد. قلت لها ماشي انت فلانه، ما كنت كنعرف سميتها وحتى الكنيه ديالها. قالت لي اه واش كتعرفني؟ هي اصلا عرفتني كنعرفها، واصلا الوجه ديالها تخطف. قالت لي ما عرفتكش؟ قلت لها ما عقلتيش عليا؟ قالت لي لا ما عقلتش عليك بالعمى. ايوا قلت لها انا هو فلان صاحب فلان فلاني. قالت لي اه دابا عقلت عليك. قلت لها انت هي المراه اللي اختارتك امي ليا في الحمام؟ قالت لي اه. ايوا قلت لها مزيان. قلت لها شنو كتقولي في هذا الزواج؟ ايوا قالت لي يا ودي غير خالتي سقت فيا، اما انا والله ما كنفكر في الزواج دابا. وهي قالت لها الله يا ودي يا بنيتي ماشي حشومه عليك،
زعما هادشي كامل حنايا غير لاصقين فيك. ياك تشاورت معاك وقلتي لها خالتي كنت تزوجيني بولدك تنقديني من اللي انا ساكنه عايشه فيه مع مرت با. قلت لها لا خالتي انا غير كنت كنضحك معاك. ايوا قالت لها بنيتي هادشي ما فيهش الضحك، ولا كنتي كضحكي بنتي سيري ضحكي مع قراناتك، انا ماشي قدي نضحك معاك. ايوا هي قلت لها ما تديش على الوالده، حتى الوالده ديالي مسكينه غير كتزرب وصافي. قلت لها المهم تشرفت بالمعرفه ديالك وصلي ليا في راسك. خرج بحالي تطافي الضو، اما هي مشات ما بقاتش عاودت رجعت. امي جيت في العشيه لقيتها مسكينه الدم ديالها كيغلي. امي مالك؟ كتقول لي وشوف لك على سي عفانه. ردتني كنكذب وردتني انا هبيله. قلت لها علاش ردتك كتكذبي؟ ايوا قالت لي وانت قلتي لي ولدك باقي صغير ولدك حقه كبير علاش كذبتي عليا؟ قلت لها دابا انا كبير. قلت لها عرفتي امي هذه شكون هي ولا ما عرفتيهاش؟ ايوا قالت لي ولدي انا ما عرفتهاش ولكن شفتك انت عرفتيها. قلت لها امي ها واحد جوج ثلاثه اجي نعاود لك. بقيت كنعاود لامي عليها. ايوا قالت لي ولدي اسمح لي كنت غادي نورطك. قلت لها وي امي انت كنتي غادي تورطيني ونحصل انا في راسي. المهم الخوت هاد الهضره دازت دوزت عام اخرى ديال الخدمه. كانت هاد عمتي هادي زوجت بنتها الصغيره وهذيك اللي شفت قلت لكم وعجبتني وخدامه في الرباط كانت كبر منها وهي ما كانتش كتفكر في الزواج. يعني كاع خواتاتها خوتها تزوجوا وهي ما بغاتش تزوج. فاش عرضت لنا عمتي فرحت بزاف حيت حنا العائله فاش كيكون هكا شي عراسيه كيديروها في السب باش كاع العائله كيحضروا وما بغيتش نمنع ديك الفرصه بالخصوص ان المناسبه كاينه عندهم في الدار واكيد غادي نشوف هاد بنت عمتي اللي النهار اللي شفتها ما تحيداتش ليا من البلديه. ايوا مشيت يا سيدي ويا مولاي للعرس وانايا فرحان وناشط. كنت وصلت واحد الكومبلي على الدوق ديالي. المهم مشيت زلزلوس جيت وانا طاير بالفرحه وكنقول غير امتى نشوف العميره ديالي. المهم شفت عمتي صراحه فرحت بينا استقبلتنا واحد الاستقبال زوين كيف ما قلت لكم واخا كانت ديك العداوه صراحه ربي سبحانه وتعالى طفى داك النار اللي كانت بيناتهم. مشينا 3 ايام قبل العرس زعما كنت كنسخر معاهم كنهز ونحط معاهم. انا صراحه عجبتهم بزاف. عمتي حماقت عليا هنا امي غادي تقترح عليا بنت عمتي. قالت لي ولدي شنو بالك في فلانه؟ قلت لها شكون فلانه؟ قالت لي بنت عمتك وانا عارفه علاش كدوي. قلت ليها ولكن امي قالت لي علاش ولكن؟ البنت غزاله وخدامه على راسها وتبارك الله عنده واحد المنصب زوين وشنو بغيتي مازال؟ انا امي لقاتني على سبا. ايوا قلت ليها شوفي الوالده انت دابا هادي شحال من عام وانت مصدعاني على الزواج اللي دابا بغيتي ديريه ديريه. قلت ليها شوف وليدي انا ما نصدعك ما تصدعني، بغيت ولدي تزوج البنت هي كتشوف فيها راه من العائله دباك والبنت زوينه وظريفه وانت كتشوف تبارك الله عليها حتى لحدا كاع حد واخا خدامه. بغيت ولدي تزوج اللهم دي من دمك ولحمك حسن ما تدي البراني ما تعرف علاش طاوي. قلت لها امي ما نعرف يكون خير ان شاء الله. ايوا كملنا الحفله ديالنا بخير وعلى خير وهنا غتنمت الفرصه باش نهضر مع بنت عمتي. قلت انا غادي نزعم ونهضر معاها شنو فيها كاع. انا راه شتا عجبتني للزواج وما بغيتها لا المصاحبه لا حتى شي حاجه، بغاتني تبارك الله ما بغاتنيش يعني شغلها هذاك. هضرت معها انا وياها على انفراد. قلت ليها فلانه قالت لي نعم. قلت ليها واش ممكن تعطيني فرصه نهضر معاك؟ قلت لي ايه ولد خالي مرحبا اهلا وسهلا. اشنو حب الخاطر؟ الحاجه الوحيده اللي كانت كتعجبني فيها وكتحمقني الصوب اللي كان فيها. قلت ليها بغيت نهضر معاك فواحد الموضوع يعني خاص، الا عطيتيني زعما واحد الفرصه وما تديهاش مني بنت عمتي مقلت الصوب. قلت لي الله يا ودي الصوب كله هو نتايا. وبقات كضحك. قلت ليها شوفي ما غاديش نطول عليك وغادي نجيك من الاخر ربما تكوني مشغوله ولا شي حاجه. قلت ليها لا ولد خالي خذ راحتك ودقه دقه راني كنسمع ليك حتى حاجه ما تبعني انا راه شاده الكونجي في 3 شهور. ايوا قلت ليها لا مزيان. المهم قلت ليها شوفي بنت الناس انا غادي نهضر معاك رجل للمراه. قلت ليها تفضل. قلت ليها انا عادي دابا مده باش شتك ومن تما وانا صراحه كنفكر فيك ولكن ما كنتش كنفكر في الزواج لانني ما كنتش قادر عليه ديك الوقيته كنت يلاه بادي وما عارفش راسي كيفاش غادي نمشي في الخدمه ديالي ويلاه بادي في الحياه. قالت لي من بعد قلت لي دابا بنتي فاش شتك وعاودت راه صراحه قلبي ضرب من جهتك وانت امي راكي عجبتيها وانا دابا الا بغيتي زعما نجمعوا هاد الشمل ونتزوجوا انا وياك. بيني وبينكم والله ما كنعرف نعبر حيت ما عنديش وما صاري ليش في هاد الحوايج هادو. بقات كضحك. قالت لي والله الا صدقتي معلم. بقات كضحك. قلت لها علاش؟ قالت لي وا تبارك الله عليك راه وصلتي لي الفكره بطريقه زوينه وانا عارف راسي ما عارفش نعبر حتى وزه. قلت لها شوفي انا باغي منك المعقول ما باغي والو. بغيتي بنت عمتي وقبلتي على هاد العبد الضعيف انا خدمتي راه غير معلم
قالت لي علاش معلم كاد المعلم ان يكون رسولا؟ قالت لي انا راه موظفه وعندي منصب كبير وما نوصلش للتراب الرجلين ديال المعلم. قالت لي الله يكبر بك. قالت لي علاش حنايا راه المعلم خرجوا من تحت يديه دكاتره مهندسين محامين قضاة. قالت لي المعلم هو كل شيء، ما كانش المعلم ما كاين والو. ايوا قلت لها لا شكرا بزاف على هذا الاطراء الجميل اللي قلتيه في حقي. دابا شنو قلتي؟ قالت لي ما غاديش نلقى بحالك، ولكن حاليا ما كنفكرش في الزواج. قلت لها علاش ما كتفكرش في الزواج؟ قالت لي ما كنفكرش في الزواج، مازال باغا نعيش حياتي، باغا نعيش الحريه ديالي، باغا نعيش بزاف ديال الامور ما عشتهمش. قلت لي اي حاجه بغيتيها تعيشيها عيشيها معايا انايا. قالت لي شوف انا حاليا ما نكذبش عليك ما كنفكرش في الزواج. قلت لي النهار اللي غادي نفكر في الزواج والله ما نفكر في شي واحد من غير كنتايا. صافي قالت لي ان شاء الله اللي فيها الخير الله يجيبها لينا بجوج. امي مسكينه كانت هضرت ديك الوقيته مع عمتي، هضرت مع باها. المهم داك حنايا اصلا مشينا قبل العرس وتا سالينا العرس، صيفطنا العروسه ديناها، المهم قمنا معاهم بالواجب، جلسنا معاهم تقريبا شي سيمانه قبل وبعد العرس، يعني بالمجموع شي سيمانه. ايوا تبدات كتخوض الدار وغادي تجبد امي الهضره على عليهم. قالت لهم انا باغا فلانه لولدي. انا كنت هضرت مع الدريه، هي ما عجباش الحال، قالت لك انا هضرتي معايا وقلت لك خلي من بعد ولا فكرت الزوجه تكون تالو. قلت لها ودي انا راه والله ما قلت لامي تهضر معاكم، راه هادشي درتو غير بيني وبينك، وراه هي ما قالت ليش انها غادي تهضر معاكم. قالت لي صافي ماشي مشكل، المهم ان شاء الله يكون خير. كانت هضرت مع امي قالت لها شوفي مرات خالي، انا ما غاديش نلقى احسن من ولدكم، ولكن انا حاليا ما كنفكرش في الزواج. نطقت عمتي قالت لها ودي هاد المصيبه ما عرفناها مالها. قالت لي على مالها؟ قالت لها ما بغاتش تزوج، ما عرفنا واش من الله ولا من العبد. هي بدات كتغنزر في امها، قالت لها كيفاش من العبد؟ انا الحمد لله ما بيني وبين العبد غير الخير والاحسان. قالت لها ماما انا ما كنفكرش في الزواج. صافي سالينا الهضره، ناض جمعت راسها ومشات. انا طلع ليا الدم وندمت كاع، ولكن ما مجيت بحالتي من تما حتى شديت النمره ديالها. وليت انا ومن بنت عمتي في تواصل، دائما كنتواصل انا وياها كنهضروا هضره عاديه، ما كنجبدش عليها حس الزواج نهائيا. هاد النهار غدا بعدو، هاد النهار غدا بعدو، حتى لقات راسها كتبغيني وانا كنموت عليها. اصلا انا كنت كنبغيها ورجعت كنموت عليها، اما هي ولات كتحرك المشاعر ديالها من جهتي. بقينا تقريبا متصاحبين انا وياها عامين، ولكن ماشي داك المصاحبه الخايبه، يعني غير كنهضروا صحاب، نقدروا نقولوا كنتشاركوا بعض الامور الشخصيه وصافي. وقليل فاش كنقول لها مثلا توحشتك ولا كتعجبيني ولا كنشوفها سكسه صافي، ولكن من بعد حتى هي ولات كتبادل معايا دوك الكلمات. فرحت بزاف ونشطت وعجبني الحال، وقلت الحمد لله ان بنت عمتي ولات زعما كتحس شي حاجه من جهتي. ايوا يا الخوت حتى لوكيتا اللي هي غادي تهضر معايا على هذه المساله. واحد النهار هي تقول لي فلان، قلت لها نعم. قلت لي بغيت نشوفك ضروري. قلت لها اه انت الاولى. داك الوقيته الصراحه ما كنا خدامين، وكانت عندي غير الويكاند هكا، يعني كنت السبت في العشيه ما كنخدمش والحد. قلت لها انا نهار السبت في العشيه نجي عندك. قالت لي صافي. قلت لها نخرج من الخدمه رجلي لعندك ديريك. داك الوقيته كنت شيت واحد الطوموبيل يعني عندي باش كنتحرك. هزيت راسي الخوت ومشيت عندها طايره بالفرحه. تلاقينا انا وياها، سلمت عليا بالوجه، هذه اول مره بنت عمتها تسلم عليا بالوجه. فرحت بزاف وعجبني الحال، وشتها بحال عينيها كيضحكوا وهي مبتسمه وعجبها الحال. صافي جلسنا في واحد القهوه هكا مهدنا وما فيهاش الصداع، يعني باش نهضروا في خاطرنا. قلت لي شوف اولاد عمتي، انا فكرت في الموضوع ديال الزوج مو طوالا، ودابا راني قررت واحد القرار وكنتمنى ان شاء الله يكون قرار يعني لا رجعه فيه. قلت لها شنو؟ بشريني الا كنتي غادي تقولي لي ما نتوش بك غير عافاك ما تخرجيش، خلينا هكا نشربوا قهوتنا كل واحد يمشي بحالاته صافي، وهاد الكماره ما عمرك ما غادي تشوفيها. قلت لي مالك نتايا متشائم، خليني غير نهضر ونقول ونقول ديك الشيء بعدا اللي كاين وعاد ديك الساعه حكم عليا. قلت لها لا هضري راني كنسمعك. قلت لي شوف فلان، انا واخا نقلب الدنيا كامله بحالك ما غاديش نلقى لا في الادب ولا في الاخلاق ولا في الصوب ولا في التربيه. فعلا الخوت انا واحد الراجل ما كان كنيه، ما كان سكر، ما عمرني درت البليه، ما عمر بنت المراه حطيت عليها صبعي، ما عمر درت الحرام في حياتي، ما عمرني ما زنيت. حتى المصاحبه اللي كيتصاحبوا هاد الدراري مع البنات انا راه ما تصاحبتهاش، يعني داتني واحد الانسان دارئ. قالت لي شوف. قلت لها شنو؟ قلت لي انايا راه عندي واحد المشكل. اول حاجه طاحت لي ببالي ان البنت تكون ماشي عزبه. قلت لها كيفاش عندك مشكل؟ قالت لي انا لا تقبل عليا بمشكلتي، انا راه هذا هو المشكل اللي مخليني انا ما بغاش الزواج، ولكن دابا انا مقتنعه انني نتزوج بك، ولكن لا تقبل على المشكل اللي عندي. قلت لها شنو عندك؟
غير قولي شنو عندك غلطتي، درتي شي علاقه؟ قالت لي اش غادي نقول لك، حنا كلنا كنغلطوا، ولكن انا بقى بنت هكا، يعني حنا كلنا كنغلطوا ولكن انا بقى بنت. قلت لي ولكن ما فهمتكش، شنو المشكل اللي عندك؟ قالت لي شوف انا ما غاديش دابا نجي ونقول لك دقه واحده المشكل اللي عندي، اصلا خافك تخليني وما غاديش تقبل عليا الا قلت لك شنو عندي. قلت لها غير قولي. قالت لي شوف خلي هذا الشيء غادي تعرفه من بعد، انت واش قابل عليا انايا كيف ما بغيت نكون؟ قلت لها لا لا الله يجعلك تكوني معاوده. قلت لي كيفاش نكون معاوده؟ قلت لها الله يجعلك تكوني كاع يعني مفورماطيه وكنتي وحده اخرى ورجعتي وحده اخرى، يعني انا قابل عليك وقابل على التراب ديال رجلك، حيت انا كنبغيك انت، كنبغي الروح ديالك من الداخل وانا قابل عليك واخا تكوني مع شنو. قالت لي صافي ملي قابل عليا ما عنديش مشكل. وانا نقول لها ايوا قولي لي شنو هو المشكل اللي عندك. قالت لي مادام انت قابل عليا علاش كتسولي علاش كتبحث؟ خلي مع الوقت راه غادي تعرف كل شيء. قلت انا زعما شنو غادي يكون كاع عندها تكون مصاحبه مع شي واحد وكان موعدها وكاع غلطت معاه ولكن انا باقا عزبه؟ ماشي مشكل، انا كيف ما قالت لي كنقول لها انا ما عنديش غرام ديال المشكل. صافي تفاهمنا. قالت لي مرحبا بك انا مستعده نتوج بك اليوم قبل غدا. قلت لها لا لا ما قلتي عيب. صافي مشيت عند والدي وانا طاير بالفرحه. قلت لهم وجدوا راسكم تمشيو تخطبوا ليا. امي مسكينه قالت لي شكون؟ قلت لها بنت عمتي. طارت بالفرحه وعجبها الحال. صافي هي هذيك ناضوا هزوا المسائل ديالهم اللي كيحتاجوا في الخطبه، مشاو معايا يخطبوا لي بنت عمتي. مع العلم هضروا مع والديها قالوا لهم حنا غادي نجيو، حتى هما فرحوا طاروا بالفرحه. قالك سيدي واخا بنتنا تقلب على ولدكم فين ما تلقاش، يعني كنت عزيز عليهم واخلاقي حميده الحمد لله هما ربي ولد الناس. صافي هي مشينا خطبناها ما لقينا حتى غرام ديال المشكل معاهم، ما شرطت عليا حتى شي شروط. قلت لها تسكني مع والديا في البدايه حيت انا كنعطوني الانتقال رجعت مع والديا. داك الوقت ما عنديش الصراحه باش ندير ليها الدار. قلت لها الا بغيتي تنكري وماشي مشكل. بالنسبه للخدمه ديالها قالت لك انا عندي يعني لا بوسيبيليتي باش نجيب الانتقال ديالي لديك المدينه، عندها واحد المنصب زوين كتحكم هي في الخدمه ديالها فين ما بغات تخدم راه كتمشي تخدم. قدت المسائل ديالها، قدينا الامور ديالنا، قدت انا وبنت عمتي، خلينا العرس حتى الصيف. صافي غير جا الصيف وجدنا العرس ديالنا، عرضنا للعائله، المهم حضروا عندي وحضروا عندها. درنا واحد العرس مطرطق يعني حتى هي الصراحه صلات في راسها، والديها مع كانوا فرحانين بها داروا ليها عرس واعر غزال. ايوا هي هذيك الخوت جبت مراتي في امان الله وحفظه، دوزت الليله ديال الدخله ديالي عاديه، غير هو المراه حسيتها بحال مرتبكه متوتره. المهم دوزنا ديك الليله ديال الدخله، البنت عزبه كيف ما ولدتها امها، امور غاديه مزيان، فرحت بمراتي عجبني الحال طرت بالفرحه ما نكذبش عليكم. اما امي مسكينه كانت كتحط 10 من العين بقوه الفرحه، قال لي زوجت وليدي وتهنيت، قال لي زوجت وليدي وتهنيت. المهم كنا عايشين بخير وعلى خير، الشر الاول الثاني الثالث، مرتي رجعت للخدمه ديالها استقرت فيها، انا خدام على راسي كنمشيو بجوج كنخرجوا بجوج كنرجعوا بجوج. كانت عندها الطوموبيل ديالها، كانت عندها بقات عند باها، من بعد غادي تحتاجها غادي تجيب الطوموبيل ديالها ولات كتمشي لخدمتها، انا كنجي لخدمتي. ديك 3 شهور عشناها زعما فوق فيك، كديتها سافرت بها. ولكن قلت لكم في العلاقه الحميميه كنحس بمراتي مرتبكه، يعني ديما كنحسها بحال متوتره بحال كدير شي حركه الخوت لا اراديا، وانا ديك الحركه الصراحه كنت كنتبه ليهم ولكن ما كنحكرش عليهم. مع اخوكم جديد في الحرفه كيف ما كيقولوا ما عارف والو، اول مره ندير شي حاجه مع المراه درتها مع مرتي حلالا طيبا. صافي الخوت دخلنا في الشهر الرابع، واحد النهار ويا المراه بدات كدير معايا شي حركات اعزكم الله سمحوا لي على هذا اللفظ، ولات المراه فاش كنطلب منها علاقه عاديه يعني وكنبغيو نديروا الجماع العادي كتقول لي قيس لي في واحد البلاصه. انا اثرت الانتباه ديالي اول ما قالت لي قيس لي في ديك البلاصه، قلت ليها فلانه؟ قالت لي نعم. قلت ليها ولكن علاش قيسك في ديك البلاصه؟ قالت لي هي كيعجبني يعني انا كمداعبه كيعجبني الدعب لي من ديك البلاصه عاد دير شي حاجه. صافي وليت كندير لها خاطرها كنقول ماشي مشكل مراتي انا كنداعبها من ديك البلاصه ماشي مشكل اعزكم الله من الدبر ديالها، كتقول لي داعبني من ديك البلاصه انا هكا كيعجبني. صافي ما كندير معها علاقه يا الخوت خصني ندير ديك الشيء هذاك. من بعد السيده ولات كتقول لي اعزكم الله، يعني ما عرفتش كيفاش نقولها لكم الخوت سمحوا لي على هذا اللفظ ولكن ضروري خصنا نوصل المعلومه. المهم نكمل لكم، كانت كتقول لي يعني خشي صبعك في ديك البلاصه هذيك. انا الصراحه هذه ما عجبتنيش، قلت لها فلانه ولكن علاش غادي ندير تما؟ زعما ديك البلاصه محرمه ما خصش بنادم يقيسها كاع. ايوا نطقت بكي
كتبكي وكتهرن علاش وكيفاش وانا ياك مراتك وياك انا يدير ليا خاطري وياك انا حلالك وعلاش حرام واش كاين شي حاجه حرام ما بين المراه والراجل. قلت ليها كاينين شي حوايج محظورين والحلال والحرام كوني انني معلم وقاري الحمد لله ومثقف وقريت على هاد الامور هادو عارفه الخوت كنفرقوا ما بين الحلال والحرام. كندير ما كنخلي ما كندير معاها مراتي وحلالي كندير معاها جميع لي بوزيس كندير معاها اي حاجه طلبتها مني كنديرها معاها. ولكن ديك المساله في الاول قالت ليها قيس ليا من بعد ولات كتطلبني انني نخشي صبعي تما انا ما عجبنيش الحال. قلت ليها لا زعما ديك البلاصه زعما ما خصكش زعما تقيسها لا انا ولا انت. صافي ولينا كنديروا ديك العلاقه ناشفه السيده حقي ما بقاتش كتبغي تعطيه ليا. المهم بقات 6 شهور تقريبا معايا طلعت حامله بالولد الاول ولداتو داك الفتره ديال الحمل كامله ما كانتش كتخليني نقيسها. مورا ما دوزت النفاس ديالها بغيت نتقرب منها قالت ليا بشرط. قلت ليها كيفاش؟ واحد ليله تقربت منها زعما وكنرغبها وهادي وكنحل معاها قالت ليا لا دير معايا كذا وكذا وكذا انا معاك. قلت ليها ولكن ما يمكنش السيده ما بقاتش باغاني نقيسها ولا نخشي صبعي. قالت ليا تمارس معايا من ديك المنطقه وانا هذا هو الفونتازم ديالي. قلت ليها ولكن كيفاش شنو كتخربقي؟ قالت لي انا هنا كنلقى البليزير ديالي بغيتي ما بغيتيش انا هادشي راه قلت لك النهار الاول. قلت ليها كيفاش قلتي لي النهار الاول؟ قلت ليها قالتي النهار والفلاني اللي تلاقينا الفوق هو الفلانية وقلت لك انا راه عندي واحد المشكل. قلت ليها هي قالت لي وانا هذا هو مشكلتي. قلت لها ولكن كيفاش؟ قالت لي شوف اولاد الناس انا راه كما قلت لك راه حنا كاع كنغلطوا وقلت لي غادي نقبل عليك بكل شيء. دابا انا غادي نجيك الصراحه انا هادشي تعلمته ملي كنت كنقرا في لافاك. ملي طلعت لافاك تلاقيت مع البنات تعلمت منهم هادشي وهادشي كنا كنديروه غير حنا البنات بعضياتنا. يعني انا قلت ليا ما عمر الراجل ما قاسني ولكن البنات كنا كنمشيو لبعضياتنا لديك المناطق. صافي بقى عندي فونتازم. دابا بغيتي مرحبا انا نعيش معاك مرة هاني كنولد معاك وعايشه معاك وانت كتعيش معايا ولكن مرة فكر لي داك البلاصه هذيك. انا ما عجبنيش الحال الخوت والله ما عجبني الحال ماشي كرهتها ولكن عدفتها. صافي زعفت ونط بحالتي داك الليله والله ما بعيت في الدار تحسوا بيا العائله ديالي. هنا الوالده ديالي ما بقاتش هي وياها متفاهمين ولاو عطينا غير النقير ولاو الهضره. هي حتى الخدمه ديالها سمحت فيها حيت نط حملت على الدري وحملت عليه مباشره. يعني مورا النفاس ما درت معها انا علاقه موراها كنا صلحنا الوضعيه انا وياها وهضرت معها وزعما فهمت انا داكشي اللي ما خصوش يدار وتفاهمت معها انني نبقى غير نقيسها في ديك البلاصه ندير لها خطره وصافي. ولكن باش نجمع من ديك البلاصه ما يمكن السيده غادي تنوض تحمل بالكرش الثانيه والمشكل كيجيها الوحم صعيب ولات هي امي شد لي نقطع ليك ما كيتفاهموش بصفه نهائيا. هي كتقول لها انا فولي طيب والاخرى كتقول لها انت شكون انت وشكون باك. المهم ولاو دايرين ليا المشاكل في الدار ما تصوروش عقدوني في حياتي. ايوا المره ديالي اش غادي نقول لكم بقات هكاك هكاك حتى الوقيته اللي صافي انا الخوت ردخت الامر الواقع وليت كنجمع مراتي من ديك المنطقه. صافي انا كنحماق على مراتي وهي ما باغاش ندير معها غير من بلاصه وحده كتقول لك هاك دخل منين ما بغيتي ولكن داك البلاصه انا بغيت. يعني كتفرض عليا ندير معها من ديك البلاصه. خوكم اللي جرب المره الاولى والثانيه والثالثه صافي نسيت المنطقه التي حللها الله وبقيت مع الحرام. بقيت مع مراتي الله النار غدات لواحد النهار ما تكتوجي قالت لك فيا الباسر. ايوا صافي ما بقاتش الحمد لله كطلب مني العلاقه من تما ولكن انا واخا فيها البصر كنقول لها اجي لهنا. يعني انا براسي وليت كنفرض عليها داك المنطقه. الله يسمح عليا راه لا حول ولا قوه الا بالله. هذه مع السنوات يعني راه كنهضر لكم مور هذا الشيء يعني مشي 5 سنين ولا 6 سنين وحنا على داك العلاقه هكاك مره هكا مره هكا. ولكن من بعد هي لقات راحتها هي اصلا لقي راحتها مش حال هذه وانا فاش جربت معها هذيك البلاصه عجبتني اكثر واكثر من المنطقه الحلال. صافي بقيت معها على داك الشيء هذاك الله يسمح لي الله يغفر لي. صافي فاش قاسوها البصر قلت انا ما كنرحمهاش اجي لهنا صافي ما عنديش مشكل انايا. اما هي كان فيها الوجع. من بعد قالت لي صافي ما تبقاش تقيسني من ديك البلاصه. قلت لها لا انا بغيت ديك البلاصه. قالت لي لا انا راني مريضه. ديتها للطبيب الخوت لقاو عندها ديك البصر بحال نقولوا ربوا لها المرض. درنا واحد العمليه حيت كان تدخل جراحي حيت المرحله ديال دوك البصر كنوصل لها واحد المرحله كبيره. هنا الطبيب غادي يقول لك واش كتمارس عليها من الدبر. قلت ليه اه. جيت الصراحه قال لي تسببتي لها في واحد المرض اللي الله يستر ما يكونش سرطان. مراتي غير سمعت هاد الهضره طارت في السماء وجات في الارض.
قلت كنقول لك بعد مني ما تقيسيش داك البلاصه. قلت ليها ما تنساش انك انت اللي فرضتي عليا ديك البلاصه، دابا سكتي. المهم بقينا كنتخاصمو، الطبيب بقى كيزعف علينا بجوج بينا، ما خلانا مني نشدو. صافي داروا لها العمليه، الحمد لله بدات كتمثل العلاج. بقات هكا تقريبا شي عامين وهي زعما كدير الكونترول مزيانه، الحمد لله التحاليل خرجوا مزيانين، ولكن مؤخرا رجعوا ليها الباسر. ولكن الختم هذيك الوقيته انا ما قيستهاش من ديك البلاصه، حيت كنبهني الطبيب قال لي الا بقيتي تمرسي مع مراتك بهذه المنطقه هذه كون على يقين ان المراه غادي قيسها شي مرض خايب. من تما ومراتي كتعاتبني وكتلومني وكتقول لي انت اللي تسببتي لي في هذا المرض. دابا حاليا كنطلب الله غير ما يكونش عندها مرض السرطان، حيت داك الباسر واخا درت عليهم العمليه كيضر. المشكل عندها في المخرج ديالها لداخل، قالوا لها عندك واحد الحبيبه تما صغيره، يلا حيدوا منها العينه حيت هما خايفين. حيت في الاول كانت دايره واحد العمليه وكان ديجا كان عندهم الشك انه يكون عندها المرض الخايب، ولكن الحمد لله. مع العلم ان مراتي ولدت جوج بنات توام وزاد ضرت بقوه ديك الزحامي وكانت جاتها الولده صعيبه. المهم دوزتها حتى خدمتها كيف ما قلت لكم، سمحت فيها ما بقاتش خدامه. اما انا عزلت على والديا العام اللي داز، صافي ما قدرتش انني نصبر مع والديا في ديك المشاكل هادوك. حتى اختي ما كانتش كتفاهم مع مرتي، واخا دابا راه تزوجت ومشات دارت دارها. قلت انا نفرق الصداع عليا وصافي، المشاكل ديالها وزيد المرض ديالها ما بقيتش قدر خوت. دابا حاليا مراتي راها موسوسه، مازال ما خرجوا ليها التحاليل، ما بقيتش انا كنمارس معاها هذيك المنطقه والله العظيم الا هادشي موده. ولكن هي كتقول لك انت اللي تسببتي لي في هذا الشيء وانت اللي درتي ليا. كنقول لها علاش كتحطي ليا اللومه، اصلا انت هي اللي خصك تلامي، وهذا الشيء هذا راه جا من تحت راسك. اما انا راه كنت انسان ما كنديرش داك الشيء، وداك الشيء كنعتبره حرام، وانت اللي خليتيني نمشي معاك نجرب معاك في هذا الحرام هذا. المهم انا وياها هذا هو المشكل ديالنا الحالي، كنبغيها الخوت، كنحماق على مراتي، وتا هي صراحه كتبغيني. ولكن نتمنى هذا الشيء اللي وقع ليها يكون درس ليها وللناس كاملين اللي عندهم هذا الفونتازم بحال هذا، سواء رجال سواء عيالات. راه هذا الشيء الخوت ما صالحش. انا ندمت على داك الشيء اللي درته مع مراتي، دابا والله ما كنفكر فيها ديك المنطقه هذيك. ندمت اصلا وعديت التراب وقلت اندامتي كان عليا ندير معاها الحل، نضربها، ندير اي حاجه، نطلقها، نصيفطها لباها، غير ما نديرش ديك الشيء. ولكن كنتمنى الله يغفر ليا ويسمح ليا ليا وليها، حتى هي راها غلطه بزاف. وهذه هي قصتي الخوت وحكايتي. طلبوا الله ودعيوا معايا مراتي ما تكونش فيها المرض الخايب. ثاني حاجه الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين الا ما نصفوني، واش الخطا ديالي ولا ديالها. هاد القصه الا اضطريت غادي نسمعها ليها ونقول لها شوفي يا بنت الناس، راك انت اللي غلطتي في حقي وغلطتي حتى في حقك انتيا. ودابا نتمنى الله يشافيك وما ديري في بالك والو، راه كل شيء فيه الخير، والله يغفر لينا الذنوب بهذا الشيء هذا كاع اللي وقع ليا وقع ليك. وهذا ما كاين. كنشكر الاخت امينه بزاف بزاف، كنشكر الناس اللي كيتبعوها، والسلام عليكم. وكانت هذه هي القصه ديال هذا السيد اللي عاود لينا. صراحه هذا الشيء هذا راه خص الناس ياخذوا منه العبره. هذا الشيء خايب بزاف، المراه كتطلب من راجلها ولا الراجل كيطلب من مراته بحال هذه العلاقات المحرمه. راه شنو حساب لكم؟ راه الليوط راه خايب بزاف، كيتسبب في امراض، وديك المنطقه راه فيها بزاف ديال الميكروبات والجراثيم. لهذا الناس خصهم يتوعاو، وراه الله سبحانه وتعالى كيقول لك نساؤكم حارث لكم فاتوا حارتكم ان شئتم واتقوا الله. واتقوا الله يعني التقوى هنايا، حيت كاينه البلاصه اللي ربي حللها وكاين البلاصه اللي ربي حرمها. علاش كتمشيو كتقلبوا على الوسخ وعلى الخبث وعلى الخبائث وكتخليو الحاجه اللي زوينه وحلالا طيبه وربي دار فيها البركه؟ فشنو غادي نقول لك اخي الكريم، الله يشافيها شفاء لا يغادر سقامه، الله يسمعها مسمع ديال الخير، الله يهديها على نفسها. صراحه بنت عمتك واخا صراحه ظريفه، واخا سمعنا عليها هذا الشيء كامل، راه كتبقى انسانه ظريفه مسكينه سبحان الله، تبلات بهذا الشيء من الصغر ديالها، الله يحسن العوان. ولكن نتمنى ان شاء الله تكون هذا الشيء هذا اللي وقع ليها عبره، وما عمرها تعاود دير هذه العلاقه هذه، حيت الله عطاها انذار الاول ودابا هذا الانذار الثاني. فكنتمنى ان شاء الله تخرج العاقبه ديالكم على خير، الله يشافيها، الله يدير لها شي تاويل الخير. اخواني اخواتي عفاكم الله يجازيكم بخير، جيمو كومونتير وبارطاجيو باش تعمل فائده ويتزادوا معنا ناس زوينين بحالكم. الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.